بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته اجمعين كبر تحواتين حتين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته تحستو ناي كتاب كشف الشبهات زبل الحمد لله ابتي مقدم علنا مالتيو الكتاب كتاب أقدس مخانو ابتي مقدم كن كلنا أبرهنا نيرنا مالتيو الله سبحانه وتعالى كل جزي إذا من قد حق إذا من قد سرات المستقيم نزق عزو سبات ابتلاء جير اللهم مالتيو ሙብተሊን እንታይ ማለት እዩ ወዲ ሰብ ክፈልጥ ኣለዎ ኣብዚ ዱንያ እዚ ክጓዓዝ ከሎ ኣብ ምንታይ ከም ዘሎ ኣብ ፈተነ እዩ ዘሎ ኣላሁ ስብሓን ወተዓላ ልየብልወኩም ኣይኩም ኣሕሰኑ ዓመላ ኢሉ እዘን እምበኣረይ እብትላ መብዛሕቱ ደቂ ሰባት እብትላእ ዝወርዶም ብምንታይ እንተ ደኣ ተባሂሉ ብምንታይ ይፍተኑ ክልተ ነገራት እየን ኣሸሃዋት ወሽቡሃት የን ሸሃዋት ማለት ቃሕታ ነፍስኻ ደስ ድብለካ ማለት እዩ

أزي كشف الشبهات نتي كاندي خط أرزقانة نوع أذى بالرحمة له. نتي ناي شبهات كدعي. موز الكتاب زي كشف الشبهات كمتي عبد الحلفي قالت ناي مالتة. الت مؤلف بسم الله الرحمن الرحيم لجمرو بدحريو أعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله بالعبادة له. كف زلنا فلت ودسب كله كفلت أذلله. توحيد

توحيد زي وهو دين الرسل دين الأنبياء دين الرسل دماني إذا حزم يمجيهم توحيد حزم يمجيهم الذي أرسلهم الله به إلى عباده نبارو تلايخم زموتو كاب رب سبحانه وتعالى مؤيدين بالمعجزات نتاي تقند تساويتهم نيرو انت دايلكا نابزا توحيد زي انيرا فاولهم نوح عليه السلام له تمجمريا فلمالو نوح يويلو وآخر الرسل محمد صلى الله عليه وسلم أما نزي قدائزي فأولهم نوح عليه السلام زبل رب سبحانه وتعالى ناب هزبو كمز لأخم تسبب زي, زي دماني لما غلو في الصالحين لنا أبتزحال فوين تنكفنا نيرنا أبتوم تأوت ويدماني صالحين مسلتات غيرهم መዘከርታ ኢሎም ንዕኦም ይግዝእዎ ንዕኦም እንዳረኣዩ ዕባዳ ገብሩ ነይሮም ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ግን ንዕኦም ዕባዳ ክገብርሎም ጀሚሮም ማለት እዮም እዘን غሉ ምስ ገበሩ ካብ ወሰን ምስ ሓለፉ ነቢላ ኖሕ ተረአይኹ ማለት እዩ ኣላሁ ስብሓን ወተዓላ በብእዋኑ ነቢያት ልኢኹ ናይ ፈለማ ልኡኽ ኖሕ እዩ ኢሉ ላኪን ኣብታ ብቐዳማይ ክንውድእ ከልና እንታይ ኢልና ابن حجر رحمة الله عليه في كتابنا صحيح البخاري شرح كله استشكال أم أول الرسل نوح بحال أنت سني آدم كعليه عليه الصلاة والسلام نبي يكون إلو كم دماني استشكل أيضا بإدريس عليه الصلاة والسلام إدريس كني كدم دو نوح نحدو أيقونة نيرو مخنئاتو كم سب تاريخ الجلسو كم دمان جل جل علماء إدريس كدم نحي نيرو يبلو مالتهم ولذلك بكشف والبيان بالقال الثعلبي في تفسير قوله تعالى واذكر في الكتاب إدريس مسبلة بزعبا سيدنا إدريس قلت كله هو جد نوحي لقليتهم أبا حقوم يمن سيدنا نوحي لقليتهم إذن زوّن إشكال أمتيو أبو علماء مالته، إدريس إدريس تبه تبه عليه شمو لكثرة درسه الكتب إلهم بزوح كتابتي بزوح دراسة سلز جبرو بخم يوم إدريس تبه إلهم يبلو تقند شمو أخنوخ بهالي بلو فقد ورد في صحيح ابن حبان قول النبي صلى الله عليه وسلم أب صاحب نحبان وينال النبي عليه الصلاة والسلام بزعب سيدنا إدريس تايلم أول من خط بالقلم لما بقلم ديت صحافة من إدريس عليه السلام إذن إزيتات أحيانا كنت سمعن خل لا آدم يو كن منوح ويدمان إدريس يو كابزي زتبقى سيوم علماء اختلاف مالتهم لكن الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه انتايبل أول الرسل عليه الصلاة والسلام نوح يبل مجمر يا سيدنا نوح وأخيرهم دماني محمد عليه الصلاة والسلام وأما قبل نوح فلم يبعث رسول قدمي سيدنا نوح رسل تلا رسول, دتلقى رسول دتلقى لن وبهذا نعلم خطا المؤرخين الذين قالوا ان ادريس صلى الله عليه وسلم كان قبل نوح، قد نوح سني ادريسي نيوزم زبلو تمناي تاريخ صحفتي ازي إيه مالت حق ده حاز اي كونانيبل الله سبحانه وتعالى اب قران انتايلو ان اوحينا اليك كما اوحينا الى نوح والنبيين من بعده الى نوح والنبيين من بعده قدم نوح بدحري دمان انبياء الى رب سبحانه وتعالى إذا نبأري إذا نتعرض أنا سيدنا نوح يوم قدامي حديث الصحيح عن حديث الشفاعه ان الناس ياتون الى نوح نفس سيدنا ادم يخوضوا بدحريو سيدنا ادم عاني لوم يكوا حساي أن سيدنا نوح يوم القيامه ان الناس ياتون الى نوح فيقولون له

ولا رسول بعد محمد صلى الله عليه وسلم. قد منوح رسول اللّٰه دحري سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من رسول يلن اختي مي اتنبوة مالتي ولذلك ربنا عز وجل الاحزاب نتايلو ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما اذا خاتم النبيين مدمدمتا دمت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يم. سيدنا نوح كابتم أول الرسل أم دماني كابتم حمشت أول العزم يوم طبعا أول العزم كنا بالكلنا حمشت أم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم وموسى ونوح وعيسى عليهم الصلاة والسلام يوم وقد ذكرهم الله في موضعين من كتابه في سورة الأحزاب وسورة الشورى أب السورة تسورة مع الله حمشتهم بحسب أول العزم تبايلهم أول العزم كاب بزوح سقمات زرخبو بزوح امتلاء بزوح فتنتات زوردهم أول العزم تبايلهم مالتهم ولذلك ربنا عز وجل أب سورة الأحزاب, الأحزاب تأيله وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك أي من النبي صلى الله عليه وسلم ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا إلو إذن حمشتهم أبزا سورة الأحزاب تتقسم كموين أب سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذين أوحينا إليك نوح تذكرهم بدحريو والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيم الدين إلى ربنا عز وجل نزي أم رسلا زياتهم حمشت أمون سورة الشراء تقيس إذن قوله أرسله الله إلى قومه لما غلو في الصالحين إلو تمؤلف نكشف كشف الشبهات مباري أول رسول سيدنا نوح تلأي خمز أم زتلأ توم هزبي غلو مسكبورو وسن مسحالفو

فأما زمن حدوثه فأول ما ظهر الشرك في قوم نوح على المشهور تأول شرك أم من تاي ترخيبو أنت لا أب قوم نوح ترخيبو مالتيو وإلا الأصل في الإنسان التوحيد كل دك سبات أبتا فترة توحيد رم والكفر والشرك طارئ عليه وهذا محل اتفاق الله سبحانه وتعالى دك سبات خلقهم كله أبتوحيد توحيد أب من رم ده شبهات هم تقول لهم شيطان إذا يوم صالحين يوم نجي يوم ديت ذكروا النبلة كسب تعود ذكروا نتم تعود عبادة ذكروا لهم بس ولذا أن الله تعالى فطر الناس على الإسلام والتوحيد رب سبحانه وتعالى عند كسبات عب إسلام عب توحيد يخلقهم ولذلك ربنا عز وجل عب سورة الروم بل آيات آيان تايلو فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم إذن فطرة الله التي فطر الناس عليها أنت, انت له هو التوحيد أبو توحيد من مالتهم ولذلك ربنا عز وجل وإن أب سورة البقرة انتيله كان الناس أمة واحدة فبعث الله نبي فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين كلهم ذلك سبعة أبحنت من قد ام رم عليتيوم. أمة واحدة أمني رم اختلفوا أبشركم سودا قدماني فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين دبسرون زت أنقول ربنا عز وجل لأخو ولذلك انتايبل لما مات آدم بقي أولاده بعده عشرة قرون سيدنا آدم كابز الدنيا زي مستفلي مالتي عسرتك في زمن دخون تم ولادو مالتهم هزبي أمتين نيرم كلاتهم على دين أبيهم أبتا توحيد نيرم مالتهم دين الإسلام ثم كفروا بعد ذلك بدحريو أبشرك وديقوم وسبب كفرهم الغلو في حب الصالحين اتي كندي أبشرك زودقهم دماني وسن محلاف ناي غلو ناي صالحين مالتيو كلّ جزي ودسب ما كلايد أي دخان وسأتي خيد الله مالتيو. حب نات كايخون كل نجر عدل كل والله مالتي ولذلك ربنا عز وجل كم تي أب قرآن ذكره بزعبازهم ناي قوم نوح الله عز وجل تايل بزعبهم وقالوا تم بن لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرائلهم زي أبسرة نوح لهم وذلك أن هؤلاء الخمسة قوم صالحون ካኑ ያእምሩነሁም ወየንሃውነሁም እዚኣቶም ፍሉጣት ውርያት ነይሮም ሳልሒን እዮም ነይሮም ንሰናይ ግብሪ እዝዝዎም ካብ ሕማቅ ተኸልከሉ ይብልዎም ነይሮም ካብቲ ዓጂብ ዝኸውን ኣብ ሓደ ወርሒ ይብሉ ገለ ዕለማ ገሊኦም ድማ ኣብ ሓደ ዓመት ሓሙሽተ እሞይቶም ማለት እዮም ፈካፈ ኣስሓብም ነቕሱ ዲን ምን ባዕድህም ሕጂ እንታይ ኢሎም እሞ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከመይ ዝበሉ ንሶም ዝዘከሩና ዝነበሩ ኣብዚ ዲና ዚ ስኒ ከይርስዑ ምእንቲ ንስ ስእሊ ደይንስእለሎም ኢሎም فصوروا صورة كل رجل في مجلسه أبتحقوا في دولة أزنورو أببتهم سئل جيرهم لما لاتهم ولذلك كل جزي حدش مهزو مؤتوا عبدين كم تي سلفنا صالح دبلو البدعة بريد الكفر والشرك ناب شركن ناب كفرن بوسد حدش مهزو بعل خاميس كابدين ممتع ازي تي ترفز هون مالتيو ولذلك سبكت انك قالو بتاز ممتع تاب شرعي بعد راح تقيديو كخيد زلو مالتيو فحين اذن ينبغي العناية بمعرفة حقيقة البدعة والتحذير منها تكون يكون بدعة خمت كنت انك قال لنا مالتيو سبون حدش مهزو كسر ريحبو للمغنياتو كابدين كوتس اكا سلزخل مالتيو ازيوم سبازياتهم صور جيرو ملوم

فلما خلت الأرض من العلماء ألقى الشيطان في قلوب الجهال أن أولئك الصالحين ما صوروا صور مشايخهم إلا ليشفع بهم إلى الله إذا أتم كنت زلو أبز قريبهم زلو كسو الكاري خايم كتحلف أيكونن إنتا إذا أبوهم جيركم شفاعة حتى لكم ناب رب سبحانه وتعالى بويكم تبوت صحو زبل وحي ناي شيطان متيو سبات دي قزوز نبورو أبتوحيد زنبورو, أب زنبورو كلاتهم أمن تأتي مالتهم وقعوا في الشرك وقعوا في التبديل أبزي جيزي انتاي ميتسو مالتو غلو مسكونا أبشركم شرك مسودة قدماني ربنا عز وجل لأخات ملأ جميرو أول الرسل دماني نوح عليه السلام تلاقي خمالتو ولذلك كتاب كتاب التوحيد ان شاء الله دحرز كتاب كشف الشبهات مس بصحنا مس أنا وين ابو باب ما جاء ان سبب كفر بني ادم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين دك سبات كاب شرع دوصو اب شركين اب كفر زودقو سبب ناتو غلو مغباريو وسن محلف اب صالحين يبل مالتيو نزي ان شاء الله أبتدمت بزيادة كنت وصلى الله وسلم على نبينا محمد Mmm. <laughs>